أو بعمل الارتباك والتردد لنحو هؤلاء الأطفال والنساء. يعقد المجلس الوطني حقوق الإنسان لقاء مع الجمعيات الغير الحكومية وباحثين، لأننا نريد تطوير مرافعتنا بخصوص مراجعة والمقتضيات القانونية ذات الصلة بما يسمى اليوم بالاغتصاب ونسميه نحن بالعنف الجنسي. طبعا الحل في القضية ديال الطفلة ديال تيفلت، هناك بالنسبة لنا تركت ثلاثة أصناف من الضحايا. الضحية الأولى هي الطفلة ذات 11 سنة والتي لم يتم لحد الآن إنصافها من طرف القضاء وحماية سلامتها الجسدية والنفسية والاجتماعية. الضحية الثانية هو الطفل المولود من هذا العنف الجنسي والذي سيبقى مجهول الاسم حسب المقتضيات الحالية، والضحية العامة وهو المجتمع الذي يخاف أن يتم فرض عليه أن يتم التطبيع مع الإجرام جريمة العنف الجنسي. وبالتالي هذا الخوف اليوم يعيرنا نحن بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك الجمعيات الغير الحكومية. سنكون صوتا واحدا لدعوة الحكومة إلى مراجعة مستعجلة لمقتضيات قانونية جنائية لا تحمي سلامة الجسدية ولا النفسية من انتهاكات لنسائها، لأطفالها، لفتيانها ولفتياتها. إذن هذا واحد العمل مهم، لأن المجلس بهذه الآلية كينادي باش تكون واحد سياسة بوضع سياسة مندمجة، سياسات عمومية مندمجة لحماية حقوق الأطفال، لأن في هذه الواقعة ما تحماتش الحق هذه الطفلة وما تنصفاتش لا من القضاء وما كانتش ما تنصفت لا قضائيا وما تنصفتش السياسة العمومية ما نصفتهاش. ولا وحنا في تحالف الكرامة ديما نادينا باش تكون باش القوانين تبدل وباش السياسة العمومية توضع لحماية الطفولة لحماية النساء والطفولة والفتيات. الجمعيات الغير الحكومية فقط والباحثين في المجال.